مش غريب انه الضغوط الحياة اليومية او عصر السرعة اللي عايشينه مشاهدينا يسبب لنا ارهاق او بيرن اوت، ولكن هل معقول تصير هالحالة عند الاطفال؟ حسب علم النفس الجواب هو نعم، وراح نعرف كل الاسباب والعوارض مع ضيفتنا. برحب بماريا جبور، اهلا وسهلا فيك ماريا، شرفتينا. حضرتك كمعالجة نفسية وراح تشرحي لنا ليش البيرن اوت او الارهاق بيصير عند اطفالنا، مع انه يمكن كثير من المشاهدين بتفاجئوا بهالامر. شو هي البيرن اوت عند الاطفال؟ صحيح، لكن تنعرف عن البيرن اوت، البيرن اوت اللي هو الارهاق او الستريس المزمن، يعني بداين لفتره اكثر من شهرين. نحن عاده اكتشفنا البيرن اوت مع الكبار 18 اند بلس وبالعالم الشغل، لكن اخر ريسيرش صاروا من 5 سنين لهلا بتفرج انه حتى الاولاد والمراهقين بيقدروا يعانوا من هذا الستريس المزمن او الارهاق اللي بنسميه بيرن اوت. البيرن اوت عند الاولاد عوارضه فيها تكون نفسيه وفيزيولوجيه مثل عند الكبار يعني. ولكن ماريا، هل هي حاله شائعه يعني بتصير كثير او بحالات نادره او حالات استثنائيه حسب هالضغوط اللي عم نعيشها اليوم؟ حسب الضغوط هي كمان، بس اكثر شيء بنلاقيها عند الاولاد يلي بيعانوا من ضغط اكثر شيء بالسكادجول بنظام وقتهم، فيعني بين الشغل بدرس بالبيت، بهذا النوع هي شائعة وكثير ايام ما بننتبه لها. يعني مثل ما نحن كراشدين عنا ضغوط ومسؤوليات واعمال بدنا نخلصها ويمكن ملتزمين بوقت، كمان الاطفال عنده، ولكن على صعيد الاطفال بالنهاية. صحيح، بالنسبة لهم يعني على الريتم تبعهم. شو هي العوارض اللي نحن كأهل لازم ننتبه لها او علامات لازم ننتبه لها اللي ممكن تدل على انه ولدنا ممكن يكون عم بيعيش ارهاق؟ اجمالا نحن دائما بنقول للاهل، اما للراشدين اللي بيهتموا بالولاد، دائما لازم نراقب كيف بيتغير سلوك الولد اما المشاعر تبعه ان جنرال، اوكي، عامه. بينما البيرن اوت تحديدا فيزيولوجيا بنصير نحس انه الولد تعبان كل الوقت، ما بقى عم ياكل، بحس بيقول بيجي بيقول انه موجوع، يعني فتيق مستمر، هيدي هي قلة أكل، قلة نوم، ما بده يعمل أكتيفيتي، ما في يتحرك. يعني هيدي علامات أو عوارض الديبرشن كمان، الإحباط تشبهها، ما هيدي هي. بس بيكون عندنا نفسانياً كمان أنه الولد بيبطل عنده موتيفيشن، ما بده يشتغل، ما بده يروح على المدرسة، ما بده يعمل أكتيفيتي، زعلان كل الوقت، بيبكي بلا سبب، بيعصب بلا سبب، بصير عنده إفراط بالحركة بينما قبل ما عنده إفراط، أما بيخسر شوي من التركيز تبعه بينما ما كان عنده هن قبل. يعني سلوكه بيتغير بالدرجة الأولى. أهم شيء إنه بصير في عنا تغيير، والتغيير ما بنلاقي له سبب. نعم. هون بنصير نفتش اذا في عندنا بيرن اوت، ومثل ما قلنا بتكون على زمن شوي اكثر من شهرين. نعم، مزمنه. ماريا، هيدي العوارض على اي عمر بتطبق؟ الاعمار الاصغر، لانه بعرف المراهقين عندهم مجموعه من العوارض الخاصه. عند الاولاد مبدئيا بنبلش نلاحظها من عمر 4 سنين، يعني هالقد على عمر صغير. بينما عند المراهقين العوارض تختلف شوي، لأنه المراهقين إذا بدك من عمر 13 وطلوع اللي بيختلف عن الأولاد، إنه المراهق بيصير يقول إنه أنا بدي ابني شخصيتي، أنا بقدر أتحكم بحالي، بقدر أنا أخذ خياراتي. وين الخطر عند المراهق أما الأدوليسنت؟ إنه ما بيعبر وما بيبين، بس بيصير بيعمل أكتيفيتيز لوحده، بيصير في انزواء، بينعزل. وهذا الانزواء اوقات بيسبب لنا علامه استفهام، لانه بيصير مثلا يتاخر تيرجع على البيت، بينام كل النهار، وبيقدر يصير يطول سلوك ما عنده اياه، سلوك كمان ما كان عنده اياه، بيروح صوب التدخين، بيروح صوب المخدرات. في عندنا حتى اولاد بتوصل لمطرح فتيق ويأس فيها تهدد بالانتحار اما تاذي نفسها، مش انه يأذوا غيرهم، يعني بيصير في اوتو ميوتيليشن. يعني هالحاله عند المراهقين ممكن تاثر على صحته وبالدرجه الاولى وكمان على حياته. صحيح، وخطره لانه ما بننتبه لها، بس بنصير نحس انه المراهق عم يتغير، بينما كل الطفوله ما كان عندنا ولا ساين انه في شيء غلط غريب. فعند المراهق نحن بننتبه اكثر على البيرن اوت، لانه في وصل لمحل كثير خطير على حياته. خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن اسباب البيرن اوت، حتى كمان نحن كاهل نكون مسلحين شوي بالنسبه لمواجهه هالامر. ضغط بالمدرسه، الضغط الاكاديمي كمان من الاسباب الرئيسيه بتصور. صحيح، لانه اذا بدنا نقول انه الارهاق هو جاي من ضغط، من وين بيجي الضغط؟ اول شيء بيجي انه الولد عنده ريذم معين، وهذا الريذم ببطل يناسبه، بصير عم يتخطي، لانه نحن عم نطلب من الولد طاقه ما عنده اياها. ريذم بمعنى روتين، يعني برنامج بيتبعه بشكل يومي. روتين وطاقة،
طاقة، يعني بنصير نطلب منه يعمل أكثر مما بيقدر. أول شيء بالمدرسة، في عنا أولاد بيفهموا من أول مرة، في عنا أولاد عايزين ريبيتيشن، في عنا أولاد بيعوزوا مور براكتسينج، أوكي؟ فما فينا نطلب من ولد بيقدر يركز ساعة يركز ساعتين مثلاً. بصير نحن عاملين له سكادجول روتين للولد أكثر مما هو بيقدر يتحمل. ما بتناسب بطاقته. ما بتناسب، ونحن بنضلنا كأهل وكمرشدين بنصير دائما إنه لا لازم تعطي، لأنه نحن هدفنا إنه مثلا تنقول هدفنا إنه تنجح السنة بهذا الأمر. بدنا الأفضل، يعني نيتنا كثير صافية بالنسبة لهالموضوع. أكيد ما في شك، بس كثير مهم نعرف شخصية الولد اللي عم نتعامل معه، لأنه الأولاد كلهم مختلفين، يعني فيزيولوجيا مختلفين ومعنويا حتى ولو كانوا أخوي بنفس البيت. طبيعي طبيعي. فهيدا أول عامل ضغط. تاني عامل ضغط إنه نحن مثل ما هلا تفضلت وقدمت إنه عالم السرعة والبرفورمانس، كمان نحن ما منركز على الولد بس على الأكاديمي، بصير منركز على الأكتيفيتيز، الإكسترا كوريكولر أكتيفيتيز. سو كتير منلاقي إنه في عنا أولاد بيجوا بعد الظهر بصير بدهم يدرسوا، بدهم يركضوا على السبور، بدهم يركضوا على اللسنس تبع الميوزك، اوكي الموسيقى كمان، او الاشياء اللي هن بحبوها، بيكون في سبور، بيكون في موسيقى، بيكون في رقص، اكيد. وهدول كلهم بياثروا، يعني هول نحن بنعملهم تنمي الشخصيه وتكونوا مرتاحين، بس اوقات بيوصل الولد لمحل بحس انه ما في كفي اكثر، صار اكثر من طاقته. حسب كيف بينظر لهالنشاطات، او اوقات هالنشاطات بعد المدرسه هي منفس له، يعني بينبسط لما بيروح عليها، وفي اوقات يمكن مفروض عليه للولد كمان بتشكل ضغط اضافي. صحيح، يعني هون بدنا ننتبه انه مع الوقت مع العمر الولد بده يزيد الضغط الدراسي، سو الاكتيفيتي يلي هي منفس بتصير اوقات ضغط له، انه كيف بده يخلص درسه ويروح للاكتيفيتي. بس في عنا اوقات اكتيفيتيز يعني هي معموله كرمال الولد تينفس عن طاقته، بتصير مثل درس له، يعني بيصير له لا بدي احقق هيدا الشيء وبدي اوصل على هيدا المستوى. كله عنا ثاني نوع الضغط يلي بياثر على الولاد، هو الضغط يلي بيجي إذا بدك من أشياء حياتية ما مننتظرها. صح، أمر فجائي. فجائي، وهيدا يعني أكيد شيء مؤسف وشيء نحن مش دائما فينا نسيطر عليه. تنقول إنه حادث بيصير بالعائلة، مرض بيصير، واللي بتسبب نوع ضغط على الولد يلي مع الوقت بتصير تبين له عوارض. ففي هيدول الأنواع من الضغط اللي بتأثر على الولد أما المراهق كمان. يعني إذا أحد أفراد العائلة مريض أو تعرض لحادث ممكن يشكل خطر على حياته، أو لا سمح الله فقدان أحد أفراد العائلة، هالشيء أكيد رح مش بس يسبب ضغط ولكن إحباط أكيد عند الطفل اللي مش مجهز ولا محضر لاستيعاب هيك حادث. 100%. أما المشاكل بقلب العائلة، العيا اللي بتمرق بحالة طلاق كمان، كله بتسبب ضغط نفساني على الولد، وأكيد في تأثر على الدراسة، يعني بتصير كله عم بيأثر على بعضه. نعم، بدنا ننتقل للأهل، دور الأهل أساسي بمواجهة هالأمر. نعم. أولاً تننتبه للعوارض تنعالج الأمر بأسرع وقت ممكن، وثانياً تنعرف نحن دورنا شو هو، قدي ممكن نغوص بالموضوع، قدي ممكن نفتح هالمواضيع مع الأولاد، وقدي لازم يمكن نتجنب طرح بعض المواضيع ونتركهم هني يحلوا الأمور لوحدهم. نعم، أكيد الأهل هون عندهم دور أساسي، لأنه هني أول مربيين للولد. حضرتك قلتي انه حتى خيين ام اختين بيختلفوا بنفس العائله، هذا يلي بيعني انه الاهل لازم كل ولد يعملوه على هو شو شخصيته، هو كيف مركب هيدا الولد، شو ننتظر منه وشو بنقدر نطلب منه وقد ايه بيقدر يعطي. فنحن كاهل اذا بدك فينا نعطي ستيبس، مثلا اول ستيب بنطلبها من الاهل، عرفوا ولدكم شو بيحب، ولدكم مثلا قد ايه وقت بيقدر يركز، ولدكم قد ايه بيقدر يستوعب انفورميشن بنعطيه اياها، قد ايه الولد مثلا اذا بنحطه بسيتويشن بموقف فيه ضغط قد ايه بيقدر يتحمل. بعدين بدنا ننوع لهم بالروتين للاولاد، روتين اكيد مهمه، روتين ما فينا نستغني انه بده يروح على المدرسه وبده يجي يدرس، نظام لازم يكون عنده نظام، بس هذا النظام كمان بده يتركب حسب طاقه الولد واكيد حسب وقت الاهل يعني. فهيدا النظام لازم يكون اوكي، بنعرف بده يجي الولد بده يدرس، ويمكن بنحب لانه هو بيختار اكتيفيتي، بس مثلا في اولاد بدنا نعطيهم بريك بالدرس،
في اولاد يمكن نطلب منه بتوصلوا على البيت بدكم تناموا نص ساعه لانه هالقد بيكونوا تعبانين. بس تنقدر نركب نظام للولد لازم نراقب الولد ولازم دائما نكون بالتعاون مع المدرسه، لانه كثير اشياء بتبين بالمدرسه. مثلا اوقات في معلمين بيقولوا لنا انه هذا الولد بيجي من اول ساعه بينام بالصف، يعني يكون في تعاون مع الاساتذه بالمدرسه، المعالجين النفسيين كمان الموجودين هونيك حتى نوصل لافضل نتيجه. ونقطه كثير مهمه كمان ماريا، انه في حال وجود اخوه ما نقارن بين الاخوه وما نحاول نطبق نفس النظام على كل الاخوه بالبيت. كثير مهم. وهون بدي بحب زيد شغله، في كمان اكسبكتيشنز الاهل، يعني تنفترض انه بي معود انه هو كان صغير وبيلعب فوتبول وبيصير انه بده يعمل هذا الضغط على ابنه انه بدك تطلع مثلي وبدك تحاول بروجكشن. هذه هي يعني نحن بنحط باولادنا شو نحن بنتمنى لنا. هون كمان يعني بعرف بتكون النيه يمكن very positive بس ما بنكون عم نسيب شو هو الولد وشو هي شخصيته. هيدي يمكن احلام اولادنا او رغبات اولادنا. هون بحب هيك افتح يعني between brackets اذا بدك تعطي example للاهل. في عنا اولاد وهيدا صرنا هيك كثير عم نلاحظها مع الوقت، من عمر 9-10 وقت الولد بصير عم يكبر وعم يبني شخصيته بصير بيجي اوقات بيقول انه ما بدي اروح على المدرسه، عم بيقول انه خلص بدي اوقف دروس البيانو. اوكي، والاهل ما بيفهموا انه حطينا مصاري واخذنا مواعيد ولك سنين عم تدرب او جرب نشاط معين او رياضه معينه وما حبها. يعني لازم نحن نتقبل هالشيء انه الولد ما حبها، شخصيته بتدل على انه ما بحب. هلا هون بنصير بنشوف هي هذا الولد فات بالارهاق، ليش عنده هيدا الرفض بينما كانت اكتيفيتي بحبها؟ اما ليش صار عنده رفض للمدرسه بينما كان عندنا مشاكل قبل؟ هل عندنا ارهاق؟ هون بنفوت بمشكله انه بيصيروا الاهل يقولوا بس انا عم بعمل كل شيء لابني، اما ما كل شيء لبنتي وحطيت كل طاقتي ومصرياتي ووقتي. ونحن بنستوعب الاهل بهيدا، شو فينا نعمل مثلا بهيدا الحاله؟ اهم شيء اول شغله هي كوميونيكيشن، انه بدنا نحكي مع الولد. شو صاير؟ ليه ما بدك تروحي؟ ليه ما بدك تروح؟ لانه مثلا شو فينا نكون انه عم بيروح الولد وهيدا السنه مغرب مغير جروب التلاميذ معه بيقولوا انه ما بدي. اما الكوتش صاير عم بيحط ضغط زياده، بينما الولد عنده ضغط بغير شيء بحياته. ممكن يغير الاستاذ، زملائه جدد كمان مش عم يتاقلم معهم، يعني ممكن تكون عده اسباب مش النشاط بحد ذاته هو اللي رافضه. صحيح، فهون هل بنجبر الولد يروح؟ منزيد ضغط عليه. يعني بهالمواضيع كثير مهم انه نتواصل ونحكي مع الولد، ولكن في امور صحيح لازم يمكن نتجنب او نحد من الكلام حولها، مثل فقدان احد افراد العائله او اذا في حاله مرض خطيره. قد ايه ممكن نعطي تفاصيل للولد خاصه اذا كان عمره صغير؟ لكيرولا بدي اقول لك ان جنرال عامه اذا نحن ما بنحكي ما بنتواصل بحس الولد يعني كل شيء، فبيعرف كل شيء وين الخطر اللي بيترجمها على ذوقه. يعني الافضل انه نحكي بهالمواضيع لانه يمكن هو كيف رح يترجمها رح تكون اخطر من الحقيقه، ولكن بلغه مبسطه يقدر هو يستوعبها ويفهمها. صحيح، بلغه مبسطه وحسب سؤاله. يعني اذا سال مثلا ليه ستي بالمستشفى بقول له ليه، بس اذا ما سال مثلا شو قال الحكيم وقد ايه خطير المرض تبعها ما بقول له، يعني بجاوبه على سؤاله كثير مهم بس بلغه مبسطه. يعني اذا بدي اخبي على الولد وبدي اتفاداه رح يعرف ورح يحس ورح يفوت كمان بغير نوع ضغط نفساني يعني واحباط. ماريا معنا حوالي دقيقتين، سريعا قد ايه اوقات نفسيه الاهل او الارهاق اللي عم بيعيشوه الاهل بينعكس على اولادهم؟ طبيعي اكيد، نحن عندنا اهل بفوتوا بتعب، يعني الاهل اوقات هن بيكونوا السبب. صحيح، بيكونوا سبب، بيكون في ضغط بالبيت بلا ما يحسوا لانه بيكونوا جايين تعبانين من الشغل، اما الاهل الكابل بين بعضهم في مشاكل بيناتهم الولد بحس فيهم. وهون لانه الولد بيكون مش عم يسترجع يحكي فيهم والاهل ما عم يحكوا فيهم عم بفوت بحاله كبت. صح، وهيدي الحاله بتتضخم الامور براسه لانه هو بصير يتخيل امور يمكن منها موجوده. ففي عندنا مثل ما قلتي اوقات الارهاق اما الاحباط اما الكرونيك ستريس بيجي من الكبار للصغار، مش انه هو الولد بحاله ستريس، لا الجو عامه بيوصل له هيك للولد، بصير الولد مثلا بخاف يطلب شيء من اهله. صح، اما بيستحي لانه حاسس انه في مشاكل بالبيت خايف من رده الفعل. بريفنشن، كيف فينا ما نوصل لهالحاله؟ يعني كثير مهم نحكي عن حل هالمشكله
مشكله، ولكن كيف فينا نحن اكيد كاهل بنفضل نتجنبها، ما نوصل لها، ما نعيش هالحاله مع اولادنا. صح، حلو هذا السؤال. احنا دائما بنقول اهل بريفنشن بريفنشن بريفنشن، تمام، نوصل الحكي اسهل كثير من الفعل. ثالث فايده هي اول شيء مثل ما قلنا نعرف شخصيه الولد، الريذم تبع الولد، نعطي بريك للولد، ما بنكون بدنا نطلع ولد على صوره بنشوفها بالمجله ام بنشوفها على التي في، هيدا كمان نعطي بريك للولد، نعطيه الخيار. وانا بقول منه غلط ابدا انه اوقات الولد يزهق يرتاح، يصير هو عنده الكاباسيتي يخترع يجي يرتاح، لانه نحن ما نعلم اولادنا كمان يعرفوا ياخذوا بريك. الى اي مدى مسموح انه نترك مجال للولد هو ياخذ قراراته؟ هون اكيد هيدي نقطه كثير مهمه، نوصل نعلم الولد شو الصح وشو الغلط. بس هيدا بيوصل اول شيء بالكوميونيكيشن، يعني بنقول له للولد مثلا بدك تاخذ هيدا الخيار، لازم تعرف شو الادفانتج، شو الايجابيات تبعه، شو السلبيات تبعه. قد ايه مهم تعمل افور لهيدا الشيء، قد ايه تحاول. بنساعده يحط اذا بدك هدف. شو بدك تعمل تتوصل للهدف، وهل هيدا الهدف بيقدر يتطبق، يعني رياليستيك نقدر نحققه اما لا. هيك بنصير نساعد الولد انه هدفنا نحن بالحياه يقدر كل ولد يوصل يعمل خياره. صح. اي متى بنلجأ لمعالج نفساني او اختصاصي؟ هلا اوقات بعرف انا بيقولوا لنا الاهل انه جربنا كل شيء وعملنا كل ريكومنديشن طلبتوها منا، بس مع هيدا وكله بعد العوارض ما تغيرت ما خفيت، اكيد هون وقت نكون حاولنا كل شيء، تعاوننا مع المدرسه، حاولنا نغير بنظام البيت بنظام الروتين، كثير مهم نلجا لمعالج نفساني، لانه في يكون عندنا مشاكل غير يلي مبينه من برا، يعني فور اكزامبل مثلا اخصائي نفساني في يمكن يكتشف عند الولد تنقول صعوبه تعليميه. صح. هي عم بتوصله لهيدا الارهاق بالمدرسه وعم بيبين بالبيت. نعم. بس نحن مش قادرين نعرفها الا عن معالج نفساني، واكيد الاخصائي ام المعالج النفساني هو عنده التيستس والتول تيعرف ياخذ دياجنوسز والاجراءات اللازمه. نعم. شكرا لك ماريا جابور ولهالمعلومات القيمه، ان شاء الله بنستقبلك قريبا بحلقات مقبله. شكرا، اهلا وسهلا. واقفي مشاهدينا ومنكمل لايف مع ايت سمارت.